هكذا مشاهدينا الاعزاء، شكرا للزملاء على التواصل في انطلاقات اشواطنا الصباحيه في هذا اليوم ضمن الجوله الاولى، 20 شوطا للتنافس والتحدي في ميدان المرموم لهذه الفتره الصباحيه ولهذه الفئه العمريه لسن الاذاعه، سن الاستمتاع والابداع في ميادين السباق. بالتوفيق لكل المشاركين دائما هنا في أرضية هذا الميدان. لازلنا في الجولة الرئيسة في صباح هذا اليوم، حيث نقترب من مقدمة وطليعة هذا الشوط لنجد المنافسين والمتقدمين حيث يقدمون ما لديهم في أرضية هذا الميدان في سباقات التمهيد. نسير إلى المركز الأول حيث يشرد الشارد من بداية الانطلاق ويستفتح ناموس هذا الشوط مظفر بن محمد بن خموشه العامري، يتقدم الى صداره البدايه، بينما المركز الثاني ياتي مفنود، تعود ملكيته لمحمد بن سعيد بن سلطان بن مرخان ياتي على المركز الثاني مقدما مفنود، المركز الثالث وصول من قبل مصيح حمدان بن راشد بن شعفور العويسي ياتي على المركز الثالث، المركز الرابع في هذه الانطلاقة الحساسة سعيد بن عبيد بن هيل الخاطري هنا يتقدم إلى المركز الثالث بينما أو المركز الرابع، بينما المركز الخامس يأتي شعار الدكتور راشد بن حمد بالزفن العفاري مقدما مشكور في هذه الانطلاقة إلى المركز الخامس، المركز السادس شعار ممثل أهالي الثامرية هنا يتقدم سياف رياض بن ثامر السعدون إلى المركز السادس هذه إلى أثناء، بينما المركز السابع يصل مهند أيضا مظفر بن محمد بن خموشة العامري، المركز التاسع من الجانب الآخر يأتي تسلل جديد ويأتي شعار بالربيعان ليتقدم أيها المتابعين الكرام من الجانب الآخر. هنا في هذه اللحظات مشعل فهد بن حمد بن علي الربيعان المري، بينما الشعار الآخر اللي يتسلل ويخطف موقع متقدم ترياق حمدان بن علي بن محمد المزروعي للمركز التاسع، بينما المركز العاشر هناك تسلل جديد إلى المركز العاشر في هذه اللحظات. هذه مشاهدينا الكرام الأسماء القادمة من خلال التنافس والتحدي. هنا وافي يمعى بن سعيد بن علي الزرعي يتواجد على المركز العاشر. ها هي النتيجة للأسماء القادمة، للأسماء التي بحثت عن طريق الناموس. أول ندى لمجريات هذا الشوط، أعود إلى البداية، أعود إلى المركز الأول إلى مقدمة الشوط، ويأتي هنا الشارد إلى المقدمة مظفر بن محمد بن خموشه العامري يقدم لنا هذا الاسم ويقدم الشارد في ملتقى اليوم، بينما مفنود من يحتل المركز الثاني محمد بن سعيد بن سلطان بن مرخان ياتي على ثاني المراكز، اما المركز الثالث ياتي ويتسلل شعار شعفور العويسي ليقدم لنا مصيح حمدان بن شعفور العويسي ياتي على المركز الثالث في هذه اللحظه، ولكن شوف المركز الرابع ياتي شعار الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري مقدما مشكور يصل الى هذا الموقع الى المركز الرابع، بينما الحساس في المركز الخامس سعيد بن عبيد الخاطري ياتي خامسا في هذه الانطلاقة، المركز السادس يعود من جديد شعار العملاق العناوي لينافس منافسات جادة ومميزة مهند مظفر بن محمد بن خموشة العامري، بينما المركز السابع الله يا رياض يا بن ثامر يا السعدون يقدم لنا سياف من يتقدم في هذه الآونة إلى هذه اللحظات إلى المركز السابع، المركز الثامن
المركز الثامن هنا مصفوط لمحمد بن عبد الله بن محمد اليني بيتقدم الى المركز السابع. المركز الثامن وصل غازي خالد بن حميد بن حارب المهيري. المركز التاسع وصل الزرعي يقدم لنا وافي يمعى بن سعيد بن علي الزرعي. بينما المركز العاشر يتسلل شيبوب 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 حمدان بن محمد بن سلطان بن مرخان. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الأداء، هكذا هو التنافس في ميدان السباق. أعود إلى البداية، أعود إلى المركز الأول حيث يتقدم مفنود. مفنود يقود هذه الجموع، يقود هذا الكم وهذا السيل من الجعدان المهجنات الأصايل. محمد بن سعيد بن سلطان بن مرخان يتقدم في المركز الأول وفي صدارة هذا الشوط. تحية وسلام لأهالي مرغم في هذا الصباح. بينما مشكور يحاول لأهالي الفوعة هنا في المركز الثاني الدكتور سفير الأصالة راشد بن حمد بن زفنة العفاري العفاري ياتي على المركز الثاني. بينما هناك تدخل من شيبوب حمدان بن محمد بن سلطان بن مرخان ياتي هنا مع الشعار صعب المضمرين يقدم لنا شيبوب. المركز الرابع وصل 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 في هذه اللحظات المهند ومظفر بن محمد بن خموشة. بينما الجانب الآخر سياف رياض بن ثامر السعدون يتقدم مع سياف. المركز السادس وصول أسماء أخيرة، وهنا غازي خالد بن حميد بن حارب المهيري، وكذلك وصول من قبل وافي يمعى بن سعيد بن علي الزرعي في المركز السابع. المركز الثامن الربيعان. المركز التاسع وصل الفارس خالد بن يابر الحربي. هكذا النتيجة، الكل بدأ مسرعا في هذه الانطلاقة في هذه اللحظات، الكل مسرع نحو الناموس نحو الهدف. والمركز الأول تحول، المركز الأول تبدل تغيير مفاجئ وسريع إلى مقدمة هذا الشوط. هذا هو سياف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هنا سياف ينتقل مباشرة للمركز الأول إلى هالي الثامرية. تحية وسلام صباحي 1200 على خط النهاية. هنا سياف رياض بن ثامر السعدون، ولكن شوف التسلل الاخير من مليح مليح مليح. اول ندى المليح سعيد بن محمد بن دري المنصوري السلوم يا راعي مصيحه. يتقدم بن دري في اول ندى مفاجئ في هذه الانطلاقه. الله سياف في المركز الثاني، رياض بن ثامر السعدون، غازي في المركز الثالث، خالد بن حميد بن حارب المهيري. المركز الرابع يتسلل الفارس خالد بن يابر الحربي. المركز الخامس مشكور للدكتور راشد بن حمد بن زفن العفاري. ولكن عودة إلى الثنائي الخطير، عودة إلى بن دري، عودة إلى رياض بن ثامر السعدون. بن دري والسعدون، السعدون وبن دري، وراعي دريبح قادم، راعي دريبح قادم يتقدم مع غازي. غازي 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 غزا المقدمة. غازي يا سلام ينتزع المركز الأول. سلام راعي دريبح سلام، لكن الجانب الآخر مليح مليح سعيد بن محمد بن دري. لكن أهالي الحوية، أهالي الحوية مشاهدينا الكرام بالفوز والانتصار. الله يا غازي غازي، لكن حذاري من دكتور سفير الأصالة قادم، سفير الأصالة قادم. لكن خلاص راح، تقدم أهالي الحوية. خالد بن حميد بن راعي دريبح يتقدم للمركز الأول بالناموس والفوز والانتصار. غازي غزا المقدمة، غزا المركز الأول، يهدي الفوز والانتصار في اللحظات الأخيرة. سلام سلام، ومشكور يا سلمان على هذا الفوز والتضمير. المركز الثاني مشكور الدكتور راشد بن حمد بن زفنة. المركز الثالث سياف رياض بن ثامر السعدون. مليح في المركز الرابع مشاهدين الأعزاء سعيد بن محمد بن دري. بينما مهند يحتل المركز الخامس لمظفر بن محمد بن خموشة العامري. هكذا أيها الحفل الكريم كان شوط يسير إلى السرعة، يسير إلى موجة التنافس والتحدي ليسجل التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. فعلا هنا 9 دقائق
12 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. أهالي الحوية مشاهدينا الكرام، أهدام على الفوز والانتصار، هذه الهدية هنا من غازي خالد بن حميد بن ذريبح المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 9 دقائق 13 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. هو مشكور للدكتور راشد بن حمد بن زفر العفاري سفير الأوصال، قدم هذا التحدي المميز في هذه الأونة وفي هذه اللحظة. المركز الثالث كان سياف 9 دقائق 16 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. ثانين هو ناموس لمالك سياف رياض بن ثامر السعدون، حيث كان استمتاع ومتع جميل في هذه الانطلاقة، مدشنا كذلك توقيتا أفضل في انطلاقة.